اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة لا ينهال ترابها، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. لحديث أنس رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه؟ فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر: لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا، أو كلمة نحوها. فأرسلوا إلى الشاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفن صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبلة جانبه مما يلي القبلة، أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت ولا يعمق، بحيث ينزل فيه جسد الميت كثيرا، بل بقدر ما يكون الجسد ملاصقا للبن. هذا إذا كانت الأرض صلبة، وإن كانت الأرض رخوة اتخذ لها من الأحجار ونحوها ما يسندها باللحد ولا يلحد منها لئلا يخر القبر على الميت. وأما الشق فهو أن يحفر في وسط القبر طولا كالنهر ويبنى جانباه باللبن وغيره، أو يشق وسط القبر فيصير كالحوض، ثم يوضع الميت فيه ويسقف عليه بالحجارة ونحوها، ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت. وهذه الأحاديث السابقة تدل على أن اللحد أفضل، لأن الله اختاره لرسوله صلى الله عليه وسلم، والشق جائز عند الحاجة إليه. قال الناوي رحمه الله: واللحد معروف، وهو الشق من الجانب القبلي من القبر، وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق إذا أمكن اللحد، وأجمعوا على جواز اللحد والشق.